الو من هون لسه عم ينطق احمد لسه عم بالدبل ما راح طالع يعني اسمعنا انزاني مطوقين المنطقه قتلها ناسي انا بفرسي الو بس طلعت اول انصاصه من عندي خلموا الدنيا من دون صوت ماشي نو نو ما بعتلف ما بعتلف ما بعتلف ما بعتلف عم بقول ما بعتلف بابا خلصني خلصني أمولاك خلصني بس ايه هاي نحو بابا ايش هتسوي منا بدأ ببطل الحركات الوالدني وين امك ناحر وين راحت ليش ما خبرتني؟ قلت لها انا قلت لها 1000 مره وتطلع من البيت تخبريني ليش ما خبرتني؟ انا رجل كرسي بالبيت يعني انا رجل كرسي بالبيت ما قلت لها احكي مع ابوي؟ ما قالتني الي كمان وين راحت لكان؟ عند الجارة انت ايش عرفها عند الجارة؟ شفتها نعم استنى استنى لا تجي اشوف امتى تجي بابا بنانك يا وانا بنانك يا كل ما له نفس الشيء بنانك يا وانا امنا احسن نت ومنو شو لك ومنو شيء استفهم احكي من سنة كل ما له نفس الشيء بس زين شوفوا شوفوا على سطوح انا مش بتاعتي الكلام ده انا كنت طول عمري جامده هاي 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 ما بتعرفي عندك جلمه دي يجي الدوله الساعه وحده دي يجي الدوله بتديري ضربه ريق بتروح عند الجرم بدون ما تشيل التليفون تشيل يده انا رايح عند الفن الصوره ولا كلمه ها ام سوري بيبي شوي بيبي ما بيبي ها كم مرة قلت لك ما بتطلع تجيب لي تليفون؟ بابو كم مرة قلت لك لما بتطلعي قص ولا كلمة بتدقي لي تليفون هيك عم تجي علي علي طب روحك هلا ها روحك والله اطلع فيا والله اطلع فيا ده ما متعود على ديدي على حرمي ما والله ما تعد لا تخليني اضطر يعني ها قومي امري سوي اكل يلا 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 ادنت بلعتك مرتك صوتك حط صوتك بلعتك مرتك بلعت ومرتك مرة تانية كمان بلعتك مرتك في اليوم بدك قلعه؟ خيو انت ايش بدك فيني؟ ايه ما بدك تصير زلمه؟ زلمه غصبني عنك انا خيو خيو اتركني انا مبسوط الله يبعث لك ما بصير يا روحي ما بصير لك شو الله يبعث لك وحده مثلها؟ لك انا زلمه اللي عندي قوه مرتك ازرق ذات على ايمت من جيتني نزل فيها ضرب نزل فيها ضرب على الرايح والجاي انا اكل الضرب كانت ماتت بين ايدي من شوي لك ما بتسترجي تقول لي كيفك يلا روح انت انت مالك زلمه انت شو بدك؟ شوف انا صحيح انه رجال وكل شيء بس في ديمقراطيه بيني وبين مرتي ايش الديمقراطيه هي لشو يعني اليوم بدي اجيها ضيوف
قال لي اب محمود بس بعد امرك فضينا دقيقه شوي روح بس ثاني والله العظيم اني زلمه بس بس وانا رايح ارجع لك لا والله لا ما راح اموت ما راح اموت بابا خلصني جاي وانا قوم نام احسن نت ومنو شو لك ومنو شي استفهم كيف من سنه كنا نفس الشيء مزدين بي شوفوا شوفوا على السطوح يلا لا تمام ما بيسيفوني انا بزبطها يلا ديمقراطية ديجي لا هدي ابن الحلال لا نعم شكلك هدي لا لا ربي يسعدكم يا جماعة قبل ما نبلش الفيديو رح نحكي لكم بس عن عطورات الفاتح ربي يسعدكم يا جماعة في كتير ناس بدها عطر نخب أول يا جماعة هذا المحل نكفلكم إياه وعلى ضمانتنا نحن هذا المحل عطوراته كلها نخب نخب أول يا جماعة يعني في عن مثلا أنا بشتري عطورات باسطنبول صار لي 6 سنين تمام بس مثلا أول مرة بشتري من عندك تمام العطر يعني أنا بحطه تمام يعني لدرجة إنه ما بتروح الريحة بين ما أغسل الكنزة تمام عرفت علي شلون عطور ثابت 100% العطر ثابت 100% عطورات فرنسيه وعطورات خليجيه وفي عندهم حتى بخور خليجي في كثير ناس مهتمه بهالامور بخور خليجي وهالقصص ايش ما بدكم انتم اي نوع عطر بتكون موجوده بهذا اي نوع عطر تحت يعني بدكم اياه تمام اي نوع عطر بدكم اياه انتم ما بتلاقوه بس هم بتركيا كلياتها ما نقول بس باسطنبول تركيا كلها تمام موجود عندنا طبعا يا جماعه غير هيك المحل هذا الفرع الثالث لهم فرع بدبي وفرع بجده عرفت علي شلون؟ يعني المحل معتمد 100% والعطورات مكفولة على ضمانتنا نحن، أي عطر أنت خيطه في بالك من زمان عم تدور عليه أنا بضمن لك تلاقيه بهذا المحل منشان هيك يا جماعة رح نترككم التواصل الاجتماعي للمحل والموقع تبع المحل بالديسكربشن بصندوق الوصف بتمنى من الجميع يضيفهم على الانستغرام على الفيسبوك وموقع المحل يكون موجود أحبكم كثير موقع المحل حتى بتلاقوه بأول تعليق ربي يسعدكم والله خليكم مع الفيديو
بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه هكم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة